موضوع متكرر كتير في الفترة الأخيرة، تيجي الزوجة تقول أنا جوزي توكسيك أو نرجسي وأنا مش عارفة أعمل إيه معاه، وأنا حياتي اتدمرت وأنا عايز أتطلق. حضرتك عرفت منين إن هو توكسيك أو نرجسي؟ غالبا لما بتكون الردود شفت فيديوهات أو قريت بوستات على السوشيال ميديا أو واحدة من معارفي قالت لي كده. طيب ممكن تقول لنا بيعمل إيه الزوج؟ أغلب الكلام اللي بيتكرر في الاستشارات مثلا مش عايز يوديني عند ماما، أو مش مهتم باهتماماتي، أو مش بيتكلم معايا، أو بقول له على حاجات مش عايز يغيرها، أو بيغير عليا بزيادة، وأمثلة كتير من هذا القبيل. بتنتهي الجلسة إن الزوج شخص عادي عنده عيوب زيه زي اي زوج تاني، مفاهيم مغلوطه ومحتاجه انها تتعدل. الفكره ان الموضوع ده انتشر بزياده قوي في الفتره الاخيره، وكل يوم نسميه بشكل، مره نسميه توكسيك ومره نسميه نرجسي، وبيكون الشخص بعيد كل البعد عن الفكره دي. اول معلومه ان الشخصيه النرجسيه دي نسبتها في المجتمع لا تتعدى 1%، ومش كل حد عنده عيوب او عنده تقصير او مفاهيم غلط عايزه تتعدل يبقى شخص نرجسي. ابسط حاجه تعرفيها عن الشخص التوكسيك او النرجسي ان الشخص ده مؤذي، الشخص ده بيقعد يخطط ازاي ان هو يأذيك، ازاي ان هو يدمر نفسيتك، ازاي ان هو يتحكم فيك ويتحكم في تصرفاتك. هل جوزك بيعمل كده؟ في كتير من الحالات بيقولوا لا. احيانا كتير بتكون نظرتنا للعيوب مرايه لمخاوفنا ولهواجسنا احنا الشخصيه. لو حد فتح النشره الداخليه لعلبه الدواء هيلاقي فيها اعراض للاثار الجانبيه، ممكن تجي له كل الاثار الجانبيه دي، ممكن يكون الدواء ما عملوش حاجه لمجرد انه قرا عنها. فنصيحه لكل زوجه، اما انك انت قادره انك تتفرقي بين اللي انت بتقريه وبتسمعيه وآراء المعارف والأصدقاء، وده موضوع بقى مؤثر جدا على الزوجات الفترة دي، أو إنك تلجأ للاستشارات وساعتها تعرفي هل هو شخص توكسيك ولا نرجسي، ولا هو شخص طبيعي ومحتاج لتعديل بعض المفاهيم والأفكار والعيوب اللي عنده، زيه زي كتير من الأزواج الموجودين في الدنيا.